هتكلم معاكم في حاجة قد تكون unpopular opinion أو رأي غير شائع. اعتراف يا جماعة، أنا ما بحبش التويوتا الكورولا، مش عشان خاطر سعرها حاليا قدر إن هو يوصل 1,150,000، لا، لأن هو المليون بقى رقم مهزأ خلاص، مش هو ده الريفرنس أو مش هي دي المرجعية. بس أنا العربية دي مش بكرهها، أنا بحترم التجربة بتاعتها، إن عربية بالقدرات المتواضعة دي أو عربية من هذه الفئة المتوسطة ميديوكر في المجمل يعني، وقدرت إنها تبقى الأكثر مبيعا في تاريخ السيارات. عربية ناس كتير ناقص تعمل لها تماثيل وتقول لها نحن غرابة مش عارف إيه، واللي راكبها حاليا بقى عنده كم من الكبرياء وكده يعني الايجو ان هو راكب حاجه جامده قوي، حاجه ما كناش بنشوفها مثلا الا في اللي راكبين اس كلاس زمان. انا من زمان، من اول ما ابتديت اركب عربيات في اوائل التسعينيات، كان بالنسبه لي الياباني من الفئه اللي هي الشباب الصغيره دي كانت هي الهوندا السيفيك والسوبارو، هما دول الشركتين اللي انا كنت شايفهم بيعملوا عربيات فعلا فيها تقنيات وفيها شغل. كورولا كانت حاجه ميديوكر جدا، حتى لو انت قارنت السيفيك الاس اي مثلا في 93 كانت ب 120,000 جنيه، الكورولا اللي كانت معاها في نفس الفترة دي أعلى فئة كانت تقريبا ب 60,000 جنيه. وبالتالي إحنا كنا كركيبة سيفيك ما بنحبش الكورولا ولا التويوتا الجمل دي كمان، دي بقى قمة المقاسي. جد والله جمل إيه يا جدعان؟ أنت كأنك ماسك تليفون إريكسون 682 وشغال بيه النهاردة وبتقنع الناس إن هو أنا هبيعه لك أغلى من الأيفون 14 برو ماكس مثلا. ليه؟ أصل ده الأصل. أصل مين يا عم؟ ده عربية متدنية، عربية متواضعة، ما ينفعش أقيمها أصلا بمقاييس النهاردة، لا في اختبارات أمان ولا ثبات ولا عزل ولا اي حاجه هتسد. ورغم كده في ناس بتطلب فيها 500,000 جنيه ان لم يكن اكتر، وفي ناس بقى مجازيب بقى اللي بتطلب في العربيات دي المبالغ الكبيره دي، انا بعتبرهم في مشكله. اه والله يقول لك انت كانك جايب جنيه دهب. طب ما تجيب جنيه دهب. اه هي كسبت اكتر من الشهادات اللي كانت في البنك، يعني اللي جابها استثمر فيها اكتر من اللي كان في البنك وركبها 20 سنه ومبسوط بيها، بس لا ما تقنعنيش بقى. فالتويوتا كورولا على عيني وعلى راسي عربيه اتعملت لغرض ما، اللي هتبقى عربيه اقتصاديه شعبيه وتنتشر وتبقى دي العربية بتاعت الحاجات الكتير بقى، تمشي تاكسي وتمشي عربية رخيصة لأي حد عايز عربية متوسطة والكلام ده كله. ولكن النهاردة تحطها لي في مقام انها بقى سيارة فاخرة وان ده انا معايا كرول، ده انت ناقص بعد كده مثلا اللي يقفوا في طوابير تلاقي حد جاي بيتجاوز الطابور يقول لك انا معايا كرول، يقوم قايلين له اتفضل اتفضل حضرتك ارحموني. تويوتا شركة كبيرة وبتنتج حاجات متميزة، بس الانتاج المتميز في تويوتا قليل من وجهة نظري المتواضعة التي قد يكون لا قيمة لها. ومش منهم خالص الكورولا، عربية اوفر ريتد جدا. حتى لكسس، يعني حتى لكسس، انا بالنسبة لي لكسس ال LS 400 اول ما نزلت دي كانت الطفرة وكانت اثبات القوة والقدرة عند تويوتا، وال LFA بعد كده احنا بنعب. حتى اللكسس الفور باي فور اللي هي ال LX اللي هي زي اللاند كروزر، لا طب ما انا اجيب لاند كروزر، انا ليه ادفع فرق الفلوس؟ يعني حتى لو انت حاطط لي فيها شويه حاجات فخمه جلد غير الجلد ولا الحاجات التانيه دي، بس نفس قدرات الموتور وقدرات الجر وكل حاجه هي بتاعه اللاند كروزر، طب ما انا اجيب اللاند كروزر. ايه اللي يخليني تحط لي لكسس وتقارنها لي بقى بالحاجات الافخم رينج روفر والمش عارف ايه والايه وتحطها لي معاهم وتقول لي لا دي احسن منهم؟ لا هي مش احسن منهم. انا مثلا قول لي التويوتا الهايلوكس نمره واحد في العالم، فيش ولا كلمة. تقول لي الشاص هقول لك اوفر ريتد بنت 60 في 70، عربية مش ثابتة وعربية مش امان وفي اي حادثة بتبهدل اللي جواها، ولو خدت بيها غرزة على 80 ولا 90 بتروح وتقلب منك. هيجي واحد دلوقتي يقول لي هي اصلا مش بتاعت كده، بس انتوا اللي بيقيموها وفرحانين بيها وماشيين بيها مثلا في الخليج وفي الحتة دي بيمشوا بيها على الاسفلت وبيقعدوا يجروا 180 وحاجات كده، عربية مش امان خالص. الهايلوكس بالنسبة لي برقبتها، كامري بقى، راف فور، كلها عربيات لطيفة، سلع معمرة، بس ما بتوفرش متعة، ما بتوفرش فرش انبساط للناس اللي بتحب العربيات، ليها ناسها. ولكن ما تحطهاش بقى في حته مقارنه مع العربيات اللي فيها هندسه معقده. تويوتا بقى كل فتره بتطلع لنا بحاجه حلوه كده، الياريس الجي ار مثلا، يا خبر ابيض يا خبر ابيض على دي عربيه وعلى جمالها. تويوتا السليكا الجي تي 4 القديمه، تويوتا السوبرا مثلا، حاجات كده طفرات. ولكن الانتاج العام والطابع العام بتاع تويوتا عموما ما هوش بتاع الحته دي، فما فيش داعي بقى نحطها ونقعد بقى نقارنها بقى نقول لك دي احسن من الالماني واحسن من مش عارف ايه. لا لا لا، هي مش احسن من الحاجات دي خالص، ما هيش احسن حتى من الياباني اللي معاها زي الهوندا السيفيك، ولا كانت احسن من السوبارو الامبريزا ولا الكلام ده كله. هي بس ارزاق، وانا بقول الكلام ده ورزقي على الله، وزي ما بقول لكم unpopular opinion وهيجيب لي وجع دماغ، اعمل لايك وشير وفولو عشان خاطر يبقى الفيديو ده يجيب اي فايده وخلاص. صباح الفل.